بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي المبعوث رحمة للعالمين. هنبدأ نتكلم عن الليفر أبسس. الليفر أبسس في منه أنواع. عندي أول حاجة بالنسبة لي البيوجينيك ليفر أبسس. طالما ما حددش نوع الليفر أبسس وقال لك بيوجينيك يعني بص، فغالبا السبب بتاع البيوجينيك ليفر أبسس انفكشن، سواء كان جاي من مصدر البيلياري تري او من الجي اي تي عموما. فطالما بايوجينيك ليفر ابسس يبقى من بري اكزيستنج بيلياري اور جاسترو انتستاينال ايه انفكشن، على عكس لما اقول لك اميبيك ليفر ابسس فالسبب بتاعه انفكشن عن طريق الانتاميبا هيستوليتيكا وغيرها من البارازايتس عموما. طيب الحاجة اللي بعد كده، the most common organism found في البيوجينيك ليفر ابسس، نفتكر في تقسيمتين. الموست كومن، نركز كده، في الأطفال هو الاستاف اوريوس، والموست كومن في الأدلت الكبار هو الإشيريشيا. مين هو موضوع الإشيريشيا كولون؟ يبقى احنا عندنا البيوجينيك ليفر ابسس كموست كومن في الأطفال اللي هو استاف اوريوس، ذا موست كومن في اللي هو الادلت الكبار، افتكروا الكبار، اللي هو الاشيريشيا كولاي. ده بالنسبه لنا كاول معلومه. طيب العلاج بالنسبه لي علاج ثلاثي، اموكسيسيلين سيبروفليكساسين مترونيدازول. ولو الانسان عنده الرجي من البنسلين يبقى سيبروفلوكساسين وكليندامين كليندامايسين. فايديالي بنسلين بيزد بيتا لاكتام انتيبيوتيك مع مترونيدازول عشان كفرنج المضادات، علشان كفرنج الانفكشن مع اللي هو موضوع الانيروبيك. مين موضوع الانيروبيك انفكشن؟ فيبقى الملخص الكلمتين اللي هنا في البيوجينيك ليفر ابسس، ذا موست كومن في التشيلدرن اللي هو افتكروا الاستاف اوريوس، افتكروا الاطفال اللي تشيلدرن اوريوس. طيب في الكبار في الادلت اشيريشيا، اشيريشيا مين؟ اشيريشيا كولاي. طيب العلاج بتاعي اموكسيسيلين سيبروفلوكساسين مترونازول. فاحنا بندي ايه؟ بندي بنسلين بيزد بيتا لاكتيميز انتيبيوتيك مع ايه؟ مع مترونيدازول. الصوره اللي هنا ديت، اي صوره هنا هتلاقيها موجوده في اسئله الاون اكزامينيشن، هنا اللي هتلاقيها واضحه ديت صوره بايوجينيك مين؟ بايوجينيك ليفر ابسس. هنلاقي عباره عن منطقه هايبودنس ليجن ومتحوطه بإديمة زي ما احنا شايفين. نيجي الموضوع اللي بعد كده، الاميبيك ليفر ابسس. الاميبيك ليفر ابسس سببه ايه؟ سببه انتاميبا هيستوليتيكا، فبالتالي ممكن نلاقي ايه؟ ممكن نلاقي انتي بودي ضد الانتاميبا هيستوليتيكا في حوالي 90% من الناس. فلو احنا بنعمل اللي هو سيرولوجي هنلاقي سبيسيفيك انتي انتاميبا هيستوليتيكا انتي بودي في حوالي 90% من الناس. الاميبيك ليفر ابسس غالبا بيكون سنجل وبيكون في الناحيه اليمين في الفص اليمين في اللي هو الرايت لوب. يبقى سوليتري ابسس في الرايت لوب اوف ذا ليفر تيبيكالي عباره عن ايه؟ عباره عن اميبيك ليفر ابسس. يبقى سوليتري، يبقى نركز كده، سوليتري او سنجل ابسس في الرايت لوب تيبيكالي بيكون مين؟ بيكون اللي هو اميبيك مين؟ اميبيك ليفر ابسس. هل ممكن ما يحصلش في الليفت لوب ويكون مالتيبل؟ ممكن يحصل عادي جدا، ما فيش ايه؟ ما فيش مشكلة. لكن الموضوع ده بيكون مينلي في الانديميك تروبيكال مين؟ في الانديميك تروبيكال كونتريز. العيانين دولت نتيجة مين؟ نتيجة الاميبيك ليفر ابسس، نتيجه اللي هو الانتاميبا هيستوليتيكا البارازايت ديت. الانتاميبا هيستوليتيكا ديت هتبدا تعمل ايه؟ تبدا العيان ده هتلاقيه معاه كرونيك دايريا، فما نتلخبطش في الكيس. العلاج بتاعها 10 ايام مترونيدازول، 10 ايام 10 دي 10 دي كورس اوف اللي هو المترونيدازول. يبقى عباره عن مترونيدازول 10 ايام، ولو احتاجنا ان احنا نعمل اسبيريشن مفيش اي مشكله مع الكفرنج بمين؟ بي اللي هو موضوع الانتيبيوتيك سيرابي عندنا بالنسبه لموضوع مين؟ الاميبيك ليفر ابسس. فنفتكر الاميبيك ليفر ابسس، نفتكر اللي هو اميبيك ليفر مين؟ ليفر ابسس. افتكر املة، افتكر اللي هو ايه؟ افتكر زيت املة، بيكون هو نوع واحد بس مشهور والناس بقت بيتبيعوا فين؟ في المترو، فاللي هو موضوع مين؟ المترو نيدازون.
طيب نيجي للجزء اللي بعد كده اللي هو موضوع مين؟ موضوع الهايديتد سيست. الهايديتد سيست السبب بتاعها بيكون نوع من الديدان الشريطية السيستود او التاب وورم، بسميه ايه؟ بسميها الايكاينوكوكس جرانيولوزا، ودي بتيجي في الامتحان. لقيت كالسيفايد سيست، ركز كده، لقيت كالسيفايد سيست ده بالنسبة لي ايه؟ لقيت كالسيفايد سيست وخاصة في السي تي ده عبارة عن هايديتد سيست اسيمتريك، البوكس اللي هو ايه؟ الجولدن بوكس بالنسبه لنا، اسيمتوماتيك كالسيفايد سيست في الليفر، تيبيكالي هايديتد. مين؟ تيبيكالي هايديتد سيست، خاصه لو هو بيوصف بيقول لك ان احنا عندنا سيست وفيها الدوتر سيست. لما تشوف كلمه دوتر سيست، احنا عندنا السيست الكبير، نركز كده، بيكون السيست الكبير وبيكون مالتي لوكيوليتد كده، في سيستات صغيره بسميها الدوتر سيست. فده تيبيكالي بيوصف مين؟ بيوصف الهايديتد سيست اللي سببها مين؟ بارازايت اللي هو الايكاينوكوكس. مين؟ الايكاينوكوكس جرانيولوزا. الهايديتد سيست دي بتكون فيها فلويد، الفلويد ده اليرجن. لو السيستات ديت فرقعت، حصل لها رابشر، الالرجي ديت ممكن توصل لانافلاكسس، تعمل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. مين؟ تعمل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. فالهايديتد سيست هي عباره عن اسيمتوماتيك، وخاصه لو هي اقل من 5 سم كالسيفايد سيست. فعشان كده ممكن نعمل مين؟ ممكن نعمل الترا ساوند، ممكن نعمل سي تي ونشوف الكالسيفايد. مين؟ الكالسيفايد سيست دي. طيب الحاجه اللي بعد كده، لو احنا هنشيلها بي اللي هو السيرجري، يبقى السيرجري الاساسي بتاعنا ذا مين ستي، الاساس في العلاج بتاعنا سيرجري، و نخاف ان احنا نربشر السيست. نلاحظ ان احنا افويد ان احنا نربشر السيست لانها عباره عن اليرجين، والاليرجين دي تعمل انافلاكسس، تعمل مين؟ تعمل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. في كلاسيك تراياد مهم بالنسبه لنا، عيان عنده بيلياري كوليك، يبقى الليفر وجوندس وارتيكاريا. ما هو سبب الانافلاكسس او الارتيكاريا غالبا دي رابشر مين؟ بيلياري، رابشر للي هو الهايديتد. مين؟ للموضوع بتاع الهايديتد سيست. فالموضوع بتاعنا عباره عن هايديتد سيست سببها اللي هو تاب وورم بارازايت ايكاينوكوكس جرانيولوزا. الحاجه اللي بعد كده، الهايديتد سيست ديت بتبقى كالسيفايد سيست، بتكون اسيمتوماتيك خاصة لو هي أقل من 5 سم، وممكن تكون سيمتوماتيك لو هي أكتر من كده. لو حصل لها رابشر، فالفلويد اللي بيطلع بيكون اليرجين، بيعمل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، بيعمل ارتكاريا، ممكن توصل لموضوع انافلاكسيز. وبالتالي الترياد، الكلاسيك ترياد بيلياري كوليك جوندس ارتكاريا، ده عبارة عن مين؟ ده عبارة عن هايديتد سيست. الانفستيجيشن الترا ساوند ذا بيست انيشيال تيست عشان يفرق بين اللي هو السيمبل سيست والاذر سيست. لكن الاساسي في التفرقه بين انواع السيستات المختلفه هو السي تي. نبص على اخر حاجه تحت كده، السي تي ذا بيست انفستيجيشن عشان افرق بين الهايديتد سيست والاميبك سيست والبيوجينيك. مين؟ واللي هو البيوجينيك سيست. طبعا ممكن نعمل سيرولوجي عشان اشوف الانتي بودز اللي ضد اللي هو البارازايت الايكاينوكوكس جرانيولوزا في 80 ل 90%. لكن بالنسبه لنا اول حاجه اللي هو موضوع الالترا ساوند ذا انيشيال تيست، والبيست انفستيجيشن اللي هو السي تي علشان هيفرق لي بين انواع مين؟ السيستات. طيب العلاج بالنسبه لنا يعتبر ايه؟ العلاج بالنسبه لنا الاساسي هو الجراحه، السيرجري هي الاساس، ذا مين ستي اوف التريتمنت الموضوع بتاع الجراحه. ويفضل ان احنا نشيل السيستات بدون ما نعمل ايه؟ بدون ما نعمل اي رابشر للسيستات ديت عشان نتجنب اللي هو الارتيكاريا والتفاصيل التانية بتاعتها. طيب تعالى بقى نتكلم عن موضوع بعد كده اللي هو الدراج انديوزد ليفر. مين؟ الدراج انديوزد ليفر ديزيز. البوكس اللي فوق بيقول لك ان الفلوكساسيلين والكو اموكسيكلاف ده ويل ريكوجنايز ذا كوزز اوف موضوع مين؟ موضوع الكوليستيزيس. نركز كده على اول حاجه الليفر سيروزس. الحاجات اللي بتعمل ليفر سيروزس دي مهمه، الاميدارون، وبرضه بيعمل ليفر هيباتوسيلر بيكتشر او هيباتوسيلر توكسيستي. الميسوتريكسيت نفس الوضع، اللي هو الميثايل دوبا برضه نفس الوضع. فالحاجات اللي هنا اهم حاجه نحفظ ان الثلاثه دولت بيعملوا ايه؟ بيعملوا ليفر سيروزس، اللي هو اميدارون، ميسوتريكسيت، ميثايل دوبا. الاميدارون والميسوتريكسيت وموضوع مين؟ موضوع اللي هو الميثايل دوبا. يبقى الاميدارون
والميزوتريكسيت، والموضوع بتاع مين؟ موضوع اللي هو الميثايل مين؟ موضوع الميثايل دوبا. ده بالنسبة للجزئية دي. يبقى احنا عندنا الليفر سيروزس اميدارون ميثوتريكسيت ميثايل مين؟ ميثايل دوبا. موضوع الكوليستيزيس بقى، نفتكر كوليستيزيس كله بالكاف، كوليستيزيس الكو اموكسيكلاف، الكونتراسبتيف بيلز، الكورتيكوستيرويد والتستوستيرون، الكلورو برومازين، الكالسيوم تشانل بلوكر زي النيفيديبين. وافتكر كول هتاكل ايه؟ هتاكل من على الارض، الارض الاريثروميسين، تاكل فول اللي هو الفلوكساسيلين، نفتكرها برضو الفلوكساسيلين، وهتاكل ايه؟ فايبرز الياف وخضروات اللي هو الفايبري. فالموضوع بتاع الكوليستيزيس اللي هو الكو اموكسيكلاف، الحاجه اللي بعد كده الكونتراسبتيف بيلز، الكورتيكوستيرويد، الكلوروبرومازين، وكالسيوم تشانل بلوكر زي النيفيديبين. وافتكر هتاكل من الارض الاريثروميسين، فول، فلوكساسيلين، وفايبرز اللي هي الفايبري. ده بالنسبه للموضوع بتاع مين؟ الموضوع بتاع الكوليستيزيس. نيجي الموضوع اللي هو الهيباتوسيلولار بيكتشر. الهيباتوسيلولار بيكتشر نعرف موضوع الكيتو كونازول، نعرف موضوع الكحول، نعرف الباراسيتامول، الهالوسين، الميثايل دوبا، الستاتينز، الانتي تي بي، الايزونيازيد، الريفامبيسين، الفالوبريت، الاميدارون، النيتروفورانتين، كل الكلام ده نعرفه. يبقى نحفظهم بالترتيب كده: كيتو كونازول، الكحول، باراسيتامول، هالوسام، ميثايل دوبا، ستاتينز، والانتي تيوبريكولاس دراج، والنيتروفيورانتوين بيعمل حاجه اسمها كورونيك مين؟ كورونيك اكتيف هيباتايتس. ده بيجي ومهم عندنا علشان مين؟ علشان الامتحان. طيب الموضوع بقى في الفيتشرز، نركز كده في موضوع اللي هو الدراج انديوز ليفر ديزيز، بيطلع نوع من الاوتو انتي بوديز. نركز على النوع بتاع الاوتو انتي بوديز، الانتي لوكما 2. الانتي لوكما يبقى انتي ليفر كيدني ماسل 2 او انتي بودي. ليه بقول 2؟ بركز على 2 علشان في 1 الانتي ال كي ام 1، ده في الاوتو اميون هيباتيتس. يبقى احنا عندنا الدراج انديوزد هيباتيتس، واللي هو موضوع الاوتو اميون مين، وموضوع اللي هو الاوتو اميون هيباتيتس. عندنا الجوندس، عندنا اللي هو الهيباتوميجالي، عندنا اللي هو الانزيمات اللي بايظه بتاعت الكبد، ونفتكر النوع ده بتاع مين؟ بتاع الاوتو انتي بودي. طيب الديفرنشال دايجنوزس، شوف مع الاوتو اميون هيباتيتس عشان موضوع الانتي لوكما بوزيتيف ده، ولكن الشورت هيستوري والدراج اكسبوجر هيمشي في موضوع مين؟ الدراج انديوزد هيباتيتس. يبقى نعرف الموضوع بتاع الدراج انديوزد هيباتيتس في وجود شورت هيستوري، وفي وجود مين؟ وفي وجود اللي هو هيستوري اوف دراج مين؟ دراج اكسبوجر. نيجي على الاكسبوجر، نيجي على الموضوع بتاع البط كياري سندروم. موضوع البط كياري سندروم من الحاجات المهمه هو طريات. احنا في الشابتر ده عمالين ناخد طريات كتير. الطريات اللي هنا بين واسايتس، ابدومينال بين واسايتس، وتندر هيباتوميجالي، ده بيساوي بط كياري سندروم. السبب الهيباتيك فين اوكلوجن. السبب بتاع هيباتيك فين ايه؟ هيباتيك فين اوكلوجن عن طريق ثرومبس، هيباتيك فين ثرومبوزس، ده في البط كياري سندروم. الاسباب بتاعتي كلها بحرف البي، اهم ثلاثه بحرف البي: البريجنانسي، والبوليسايسيميا، الروبرا فيرا، والبيلز، الكونتراسبتيف بيلز مع الثرومبوفيليا. يبقى الثرومبوفيليا، يبقى احنا عندنا البط كياري سندروم. بط كياري سندروم طريان بين اسايتس بين تندر هيباتوميجالي، اسايتس وبين وتندر مين؟ وتندر هيباتوميجالي. الاسباب بوليسايسيميا، بريجنانسي، بيلز، وثرومبوفيليا. عندنا نعرف الكلام ده. قلنا الابدومينال بين، والابدومينال بين هنا بيكون سادن اونست سيفير. الابدومينال بين بيكون ايه؟ بيكون سادن اونست وسيفير. بعد كده بين واسايتس وتندر هيباتوميجالي، دولت الثلاثه المهمين بالنسبه لنا. طبعا طالما بشوف فين، فاكيد هعمل دوبلر الترا ساوند. فاحنا هنعمل الترا ساوند دوبلر، او هنعمل سي تي ويز كونتراست سكان، علشان نعمل مين؟ نعمل اللي هو الدايجنوزس. وهلاقي هايبرتروفي في الكوديت لوب في اللي هو مين؟ 50% من الحالات. طب لو خدت اسيتيك فلويد، فاكرين بقى موضوع الساج؟
موضوع الساج، مين الاكثر من 11 جرام في اللتر ومين الاقل. الاكثر من 11 جرام كنا بنقول ان ده عباره عن ترانسيوديت، واللي هو اكثر من 11 جرام اللي هو الترانسيوديت يا اما يكون كاردياك سيروز، كاردياك اسايتس او ميكسد اسايتس او ليفر سيروزس، او اللي هو هيباتيك فين ثرومبوز اللي هو بات كياري سندروم وغيرها. فهنا هاي ساج اللي هو اكثر من 11 جرام. الحل عندنا ده ثرومبوز، ندي ثرومبولايسيس وبعد كده ندي مين؟ ندي انتي كواجولانت. العيانين بتوع الكورونيك بات كياري سندروم ادا 1 2 3، ثلاث كلمات هيعيش 3 سنين، 50% منهم هيعيش حوالي 3 يير، ايه 3 يير اوف سيرفايفل. ده بالنسبه لموضوع البات كياري سندروم. فموضوع البات كياري سندروم عيان بين واسايتس، يبقى السادن اونست بين ابدومينال بين اسايتس تندر هيباتوميجالي، العيان ده هيستوري اوف بريجنانسي اورال كونتراسيبتيف بيلز بوليسايسيميا الكلام ده كله، فبيحصل فيهم هيباتيك فين ثرومبوزس، فبالتالي بعمل دوبلر الترا ساوند او سي تي ويز كونتراست، بعمل باخد من الاسايتس باراسينتيزيس الاسيتيك تاب، هنلاقي هاي ساج اكتر من 11 جرام لللتر، والبروجنوزيس بتاعي بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن 3 سنوات في الكرونيك بات كياري سندروم في حوالي 50%. منين؟ في حوالي 50% من الناس دي. طيب نيجي على الجزء اللي بعد كده، الجيلبرت والكريكلر ناجار سيندروم. الجيلبرت والكريكلر ناجار سيندروم الاثنين اخوات، الاثنين صحاب، الجيلبرت والنجار، جيلبرتو والنجار صحاب، لكن جيلبرتو خفيف والنجار شديد. هنا الجيلبرت سيندروم ديفيشنسي في اليو دي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز، ده اوتوزومر ريسيسيف، ده اوتوزومر ريسيسيف، الاثنين اخوات كده كده. الحاجه المشكله اللي هنا ان الجيلبرت خفيف ليه؟ ديفيشنسي لليو دي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز. اما هنا بقى المشكله في اليو دي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز ابسنت، يبقى النجار ابسنت، جيلبرت بيكون ديفيشنسي، يبقى جيلبرت ديفيشنسي في اليو دي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز. ده بتاع مين؟ ده بتاع اللي هو الكونجيوجيشن، فبالتالي ما بقاش في كونجيوجيشن، فبالتالي البايلروبين هيكون في صوره ان كونجيوجيتد، فالعيانين دولت هيكون عندهم ان كونجيوجيتد هايبر بايلروبينيميا، وبالتالي مش هتظهر فين؟ مش هتظهر في اليورين. على عكس لو واحد عنده كونجيوجيتد زي الدوبين جونسون سيندروم اللي هناخده، فبيكون عنده ايه؟ هايبر بايلروبينيميا كونجيوجيتد، فهنلاقيها فين؟ هنلاقيها بريزنت في الموضوع بتاع اليورين. الموضوع ده خفيف، بيزيد قوي البايلروبين مع البرولونجد فاستنج ومع الاي في نيكوتينيك، مين؟ مع الاي في نيكوتينيك اسيد. في ناس كتير عندهم موضوع اللي هو الجيلبرت سندروم، وخاصه الناس اللي بتروح اللي هو الجيش، فلو واحد عارف ان هو عنده جيلبرت سندروم وعنده امل ان هو ايه ممكن يخرج، فبيبدا علشان يروح يعمل تحاليل بقى في كوبري القبه والكلام ده، يبدا يصوم صيام يعني كبير، علشان لما يروح يعمل التحليل هيبدا البايلروبين يزيد عنده، والموضوع يبدا يظهر عنده بصوره سيجنيفيكانت، علشان في محاوله منه ان هو ياخد ايه؟ ياخد اعفاء ويطلع او يتاجل. فده بالنسبه لموضوع الجيلبرت. الجيلبرت زي اللي هو الكريكلر ناجار، ولكن هنا ابسنت اوف مين؟ اليو دي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز، وده بيظهر من هو نيونيت، ده هنا الانزيم بيشيل نفسه شويه وشويه، لكن هنا مش موجود، فالموضوع هيظهر ايرلي ان ذا لايف، وبيكون لايف ثريتنينج، والحل الوحيد ليفر ترانسبلانت. فالموضوع او الحل الوحيد هنا بيكون ايه؟ بيكون موضوع ليفر ترانسبلانت. الدوبين جونسون هنا بقى المشكله في ايه؟ نركز كده، هنا اوتوزومال ريسيسيف برضه، هنا المشكله افتكر دي اي الدوبين جونسون، افتكر اللي هو الاكسكريشن ديفكتيف في الهيباتيك، مين؟ ديفكتيف في الهيباتيك اكسكريشن. فالدوبين جونسون سندروم ديفكتيف في الاكسكريشن، افتكر لو واحد في دبي، واحد في دبي ومش عارف يطلع منها، فبالتالي هيباتيك بايلروبين اكسكريشن، فالبايلروبين مش عارف اعمل له اكسكريشن، فبالتالي هو خلاص كونجيوجيتد وتراكم، فاللي بيزيد ايه؟ اللي هو الدايركت اللي هو الكونجيوجيتد هايبر بايلروبينيميا، فلاقيها في البول عادي. الحاجه الثانيه بالمايكروسكوبيك اكزامينيشن ممكن الاقي ايه؟ ممكن الاقي ايبينفرين ميتابولايت اكيوميليت فين؟ في اللي هو الهيباتوسايت.
يبقى ممكن نلاقي ابينفرين ميتابولايت في اللي هو مين، في اللي هو الهيباتوسايت. فافتكر دوبين بتاع دبي، بتاع دبي مش عارف يخرج بالابينفرين، فبتاع دبي مش عارف يخرج بالبايلروبين، ففي بايلروبين اكسكريشن ديفكت، وهلاقي في الهيباتوسايت بتاعته ايه، هو مش عارف يخرج علشان الهيباتوسايت بتاعته مليانه بالابينفرين، مين بموضوع الابينفرين ميتابولايت. نيجي للموضوع بتاع مين، بتاع الاوتو اميون هيباتايتس. برضه احنا خلاص قربنا نخلص اهو موضوع الاوتو اميون هيباتايتس. ده عباره عن ميدل ايجد فيميل عندها دي ارينجد ليفر فانكشن تيست مع سكندري امينوريا. فنركز كده، احنا عمالين بنقول ايه، عمالين بنقول جداول جولدن بوكس في الموضوع. فانت لو خلاص عرفت التركه بتاعت الكيس بتحلها، يانج فيميل عندها سكندري امينوريا وعندها مشاكل في انزيمات الكبد، ده على طول ايه، ده على طول اوتو اميون مين، اوتو اميون هيباتايتس. فاحنا عندنا الاوتو اميون هيباتايتس، وغالبا في الكيس بتاعتك هيكون معاه اسوسيشن مع برينيشس، مع اوتو اميون ثايرويدايتس، مع تايب 1 دايابيتس، مع سيلياك ديزيز، مع الحاجات دي. الحاجه الثانيه ان الانتي بودي اللي بيعلى الاي جي جي، نركز على التجميع اللي احنا كنا قلناها، الالكوحوليك ليفر ديزيز قلنا الالكوحوليك ليفر ديزيز اي جي اي، البرايمري بيلياري سيروزس اي جي ام، الاوتو اميون هيباتايتس اي جي جي، الاوتو اميون هيباتايتس اي جي جي. بيكون معاها السيكا سندروم او كيراتو كونجنكتيفا سيكا، بيكون معاها هاله بي 8 او دي ار 3 او دي دبليو 4. ده بالنسبه لمين، ده بالنسبه للجزئيه بتاعه الاسوسيشن. ف في ميل فيها مشاكل في انزيمات الكبد الليفر فانكشن تيست وعندها سكندري امينوريا، شق على طول في الاوتو اميون مين، الاوتو اميون هيباتايتس، ندور على موضوع الاسوسيشن. طيب الانواع عند تايب 1، تايب 2، تايب 3، كل نوع فيه نوع معين من الاوتو انتي بوديز. هنا الازمه، هنا اللقمه 1، وهنا اللي هو السلكه السوليابل ليفر كيدني انتيجين، هنا في الاثنين، هنا في التشيلدرن بس، هنا في الادلت، فين في اللي هو الميدل ايج. فطيب اثنين بتاع الانتي ليفر كيدني مايكروزومال تايب 1 اللي هو الانتي لوكما 1، ده في التشيلدرن اونلي، السوليابل ليفر كيدني انتيجين ده في الادلت في الميدل ايج، الانتي سموث ماسل انتي بودي ده في الادلت ومين واللي هو التشيلدرن. الفيتشرز اللي عندنا فيتشرز عاديه، ولكن معاها مين، معاها امينوريا سكندري امينوريا مهم. فنركز كده، العيانين دولت لو لقينا ايه، لو لقينا انا اللي هو ازمه لوكما انتي بوديز ريز ده اي جي جي، فكل ده يرجح مين، الاوتو اميون هيباتايتس. الجولد ستاندر زي ما احنا عارفين ايه، عارفين موضوع الليفر بايوبسي. فلو خدنا ليفر بايوبسي بنلاقي حاجه اسمها بيس ميل نيكروزس او بريدجنج نيكروزس، يبقى في الليفر بايوبسي الاقي حاجه اسمها ايه، بيس ميل نيكروزس، او حاجه اسمها ايه، اسمها بريدجنج مين، بريدجنج نيكروزس. العلاج بتاع الاوتو اميون هيباتايتس بريدنسولون مع ازيسيوبرين، يبقى بريدنسولون ويز اور ويزاوت ازيسيوبرين، مش هينفع ندي ازيسيوبرين لوحده، يا اما ندي معاه بريدنسولون او ندي بريدنسولون ايه، ندي بريدنسولون لوحده. فنركز على الكلام اللي هنا بيقول لك ايه، الاسترويد بروديوس سيمتوماتيك بايوكيميكال هيستولوجيكال امبروفمنت، ولكن ما بيأثرش على البروجريشن بتاع مين، بتاع اللي هو الفرانك سيروزس. الليفر سيروزس هو الحل الاخير بالنسبه لنا، والبروجنوزس لو هو ماشي على اللونج تيرم اميونو سبريشن از اكسلنت. البروجنوزس في الاوتو اميون هيباتايتس از ايه، از اكسلنت. طيب نيجي لموضوع الاسكيميك هيباتايتس، وده بيجي كتير جدا في الكيزز، موضوع الاسكيميك كولايتس والاسكيميك هيباتايتس. في الاسكيميك هيباتايتس سببه هايبوبرفيوجن، لو كان عيان عنده هايبر تنشن وجاله هايبو تنشن برولونجد هايبو تنشن، فحصل برولونجد او اكيوت هايبو برفيوجن، فيحصل مالتي اورجان فيلير. اهم واحد هيتاثر الكبد والكلى، فهتلاقي الانزيمات عاليه في السماء معديه الالف. فبيقول لك ايه، ذا دايجنوزيس بيعتمد على انسايتنج ايفنت، في ايفنت حصل، وخاصه اللي بيجي في الكيز
اشهر حاجه بتيجي في الكيس عيان جاله كاردياك اريست، عيان جاله كاردياك اريست بتسحب الليفر فانكشن لقيتها في السماء، اكسيد الالف انترناشونال يونت او اكسيد 50 مره النورمال، ده بالنسبه لك ايه؟ ده بالنسبه لك اسكيميك مين؟ اسكيميك هيباتيتس، وممكن بيضرب معاها ايه؟ اكيوت كيدني انجري اللي هو اكيوت تيوبلر مين؟ اكيوت تيوبلر نيكروزس. فالحته الصغيره ديت بتيجي مفتاح مهم جدا في اللي هو الكيزز اللي عندنا في اللي هو الامتحانات. طيب نيجي على جزء بعد كده اللي هو الفسيولوجيكال تشينجز اثناء مين؟ اثناء البريجنانسي. وعاوز اقول لك ان انت محتاج ان انت تحفظ الفسيولوجيكال تشينجز اثناء البريجنانسي علشان موضوع بعد كده، موضوع الاوبستريك كوليستيزيس، العيانين اللي هو الحوامل اللي بيجوا لهم كوليستيزيس، فانت لو عرفت الفسيولوجيكال هتعرف تشخص اللي هو الاوبستريك كوليستيزيس اللي هو الكوليستيزيس بتاع مين؟ الكوليستيزيس بتاع الحمل. فالفسيولوجيكال تشينجز نحفظها ازاي؟ نعرف ان البايل اسيد كونسنتريشن السيرم نحفظها ازاي؟ مين الاثنين اللي ثابتين ما بيتغيروش؟ نركز كده، البايل اسيد التوتال بايل اسيد كونسنتريشن في السيرم ده نورمال، الاست والالت الامينو ترانسفيريز ديت نورمال، فبالتالي لو في ميل عندها كوليستيزيس هنلاقي الحاجات دي عاليه. يبقى الفسيولوجيكال تشينجز اثناء البريجنانس الطبيعيه ان انزيمات الكبد والتوتال بايل اسيد كونسنتريشن نورمال، فلو عيانه عندها اوبستريك كوليستيزيس الاثنين دولت هيكونوا عاليين. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ الالكالين فوسفاتيز بيزيد في اخر الحمل، فبالتالي ده ما اقدرش استخدمه في الدياجنوزس، وبالتالي نتجاهل حكايه ان الالكالين فوسفاتيز بيزيد في الحمل دي في موضوع الكوليستيزيس، لكن نعرف ان هو نورمالي الالكالين فوسفاتيز ليت ان ذا بريجنانسي بيزيد. طيب الحاجه الثانيه نعرف ان الجاما جلوتاميل ترانسفيريز بيقل في السكند او الثيرد تريمستر، ففي الكوليستيزيس هتلاقيه العكس، هتلاقيه بيعلى. نعرف ان الخمسه نيوكليوتايديز بيزيد في السكند والثيرد تريمستر، فبالتالي في الكوليستيزيس هيبدا ايه؟ هيبدا يقل شويه عندنا، او مش هيقل يعني، هو كده كده هيبقى عالي فاكيد مش هيقل. فنعرف اهم حاجه الثلاث حاجات دولت في اللي هو الموضوع بتاعنا. موضوع الهيلب سندروم طبعا اتاخد في اللي هو البريجنانسي، الهيلب سندروم عيان عنده هيموليسيز، عيان عنده اليفيتد ليفر انزيم، وعنده لو بليتلت اللي هو ثرومبوسايتوبين. الحل الوحيد للعيان ده اللي هو ايميديت مين؟ ايميديت ديليفري. الاوبستريك كوليستيزيس نركز كده على معلومه، نرجع كده في الاوبستريك، الاوبستريك بتاع ده الاوبستريك كوليستيزيس نعرف ان هي بتحصل في اللي هو الثيرد تريمستر. لو رجعنا للجزئيه اللي فاتت هنلاقي مكتوب فيها معلومه مهمه في اخر سطر كده، بيقول لك ان الانترا هيباتيك كوليستيزيس وفي البريجنانسي ما بتحصلش فين؟ ما بتحصلش في اللي هو الفيرست مين؟ ما بتحصلش في الفيرست تريمستر. فنعرف ان الاوبستريك كوليستيزيس بتحصل في السير تريمستر. العيانين دولت عندهم بريورايتس وعندهم جوندس، هنلاقي ايه بقى؟ نركز كده في الدياجنوزيس بتاعنا، في الدياجنوزيس هنلاقي زياده في التوتال سيرم بايل اسيد ليفل. ليه؟ لان الطبيعي في النورمال فيسيولوجيكال بيكون نورمال، في النورمال فيسيولوجيكال تشينجز في البريجنانس المفروض ان التوتال سيرم بايل اسيد ليفلز بيكون ايه؟ بيكون نورمال، لكن هنا هنلاقيه عالي. الجاما جلوتاميل ترانسفيريز الطبيعي ان هو بيكون قليل، هنا هتلاقيه عالي. الالت والاست المفروض بيكون نورمال، هنا هنلاقيه عالي. الدايركت بايلروبين ركز كده، البايلروبين بيقل في كل مراحل الحمل، هنا هنلاقيه عالي. والحته دي برضو ما كناش قلناها فين؟ في اللي هو الجزئيه السابقه. فنركز على الحاجات ديت. الالكالين فوسفاتيز ده نوت يوسفول علشان اشخص مين اوبستريك، مين اوبستريك كوليستيزيس. طيب الكومبليكيشن ده بيزيد الريسك بتاع مين؟ بتاع اللي هو البريماتيوريتي واللي هو الستيل بيرث. العلاج بتاعي ندي زي اللي هو البرايمري بيليري سيروزس. البرايمري بيليري سيروزس لو فاكرين كان فيه كوليستيزيس، هنا برضو كوليستيزيس، فهندي ايه؟ هندي اللي هو الاورثو دي اوكسي كوليك اسيد، وهندي مين؟ هندي موضوع الكوليستيرامين، يبقى هندي الاورسي دي اوكسي كوليك اسيد، وهندي اللي هو مين؟ هندي الكوليستيرامين كعلاج بالنسبه لنا.
يبقى احنا في المانجمنت ندي ايه؟ اورثو ديوكسيكوليك اسيد، او ندي اللي هو الكوليستيرامين عندنا، ونعمل اندكشن للليبر عند الاسبوع اللي هو ال 37. الحته اللي بعد كده بيقول لك الكاردياك اوت بوت والبلاد فوليوم في الحمل بيزيدوا، لكن الهيباتيك بلاد فلو دازنت، يعني ما بيزيدش. فنركز على اللي هو الكلام ده. فالملخص الفسيولوجيكال تشينجز اثناء البريجنانسي، نعرف ان الالت والاست زي بعض يعني ريمين نورمال، والسيرم توتال بايل اسيد كونسنتريشن برضو ايه؟ برضو ريمين نورمال. طيب نعرف مين اللي بيقل؟ البايل روبين بيقل في كل مراحل الحمل، والجاما جلوتاميل ترانسفيريز بيقل في السكند والثيرد تريمستر. مين اللي بيعلى؟ الخمسه نيوكليوتيديز. فنتجاهل الاثنين اللي بيعلوا، نتجاهل القلب ونتجاهل النيوكليوتيديز، نتجاهل القلب والنيوكليوتيديز، عشان لما نيجي نشخص اوبستريك كوليستيزيس في الثيرد تريمستر هنلاقي ان التوتال سيرام بايل اسيد ليفل المفروض نورمال علا، الجاما جلوتاميل ترانسفيريز المفروض قليل علا، الالت والاست المفروض نورمال علو، الدايركت بايلروبين المفروض قليل علا. فبالتالي نعرف الحاجات دي. ما يهمنيش القلب بالنسبه لنا. انكريز الريسك بتاع البريماتيوريتي والستيل بيرث، ناخد اورسي دي اوكسيكوليك اسيد كفيرست لاين تريتمنت، وناخد كوليستيرامين، ولكن بيعمل ايه؟ ديفيشنسي للفات سوليبل مين؟ فات سوليبل فيتامين. نيجي للموضوع اللي بعد كده، الاكيوت فاتي ليفر اوف البريجنانسي. موضوع الاكيوت فاتي ليفر اوف البريجنانسي هو عباره عن هيستوري لست سنها كبير، اول مره تولد او ولدت كتير، ماشيه على ايه؟ اول مره تولد او ولدت كتير، وخلال الولادات اللي ولدتها دي يا اما ولدت ميل، او كان عندها بري اكلامسيا، او كان عندها هيستوري اوف الهيلب مين في الهيلب سندروم او الاكيوت فاتي ليفر اوف البريجنانسي. فهو عباره عن ايه؟ بيحصل برضو في الثيرد تريمستر بيحصل انفلتريشن للليفر، وممكن يؤدي الى مين؟ ممكن يؤدي الاكيوت ليفر فيلير. فاحد اسباب الاكيوت ليفر فيلير اللي احنا اخدناها ان بيكون في زياده في مين؟ بيكون احد اسبابه اللي هو الهيباتيتس ايه والاكيوت فاتي ليفر اوف بريجنانسي. الريسك فاكتور اولد ماتيرنال ايدج، برايمي بارايتي او مالتي بريجنانسي توينز، مالتيبل بريجنانسيز، بري اكلامسيا، ميل فيتس بريفيوس مين اكيوت فاتي ليفر اوف بريجنانسي. طيب فكره الاكيوت فاتي ليفر في البريجنانسي، عشان حصل ديسفانكشن في البيتا اوكسيديشن بتاع الفاتي اسيد مش عارف اتخلص منه، فهيتراكم فيحصل فات ديبوزيشن، مايكرو فيزيكولار فات ايه؟ مايكرو فيزيكولار فات ديبوزيشن. ونركز في الحته ديت ان الاكيوت فاتي ليفر اوف البريجنانسي بتعمل مايكرو فيزيكولار فات ديبوزيشن. احنا خدنا واحدة تانية بتعمل ماكرو فيزيكولار، خدنا واحدة تانية بتعمل ماكرو فيزيكولار فات ديبوزيشن. مين اللي بيعمل ماكرو فيزيكولار؟ اللي هو الفاتي ليفر اللي هو الهيباتيك استياتوزيس العادي، لكن الفاتي ليفر بتاع البريجنانسي بيعمل ايه؟ بيعمل مايكرو فيزيكولار فات ديبوزيشن. فنركز على الكلام ده. الابدومينال فيتشر الكلام كله احنا يعتبر عارفينه، الالت بيزيد، السبورت، الدليفري اهم حاجه، الديفينيتيف مانجمنت في العيانين دولت ان احنا نعمل لهم ايه؟ دليفري. موضوع الهيموكروماتوزيس احنا اخدناه شرحناه بالتفصيل. نيجي لاخر حاجه عندنا، الهيباتو سيليولار كارسينوما. هيباتو سيلر كارسينوما السبب على مستوى العالم، يبقى الهيباتو سيلر كارسينوما بالعالم يبقى هيباتيتس بي فيروس، لكن في اوروبا، في اوروبا هيباتيتس سي. يبقى افتكروا في اوروبا هيباتيتس سي، وبالعالم هيباتيتس مين؟ هيباتيتس بي. ده بالنسبه للموضوع بتاع البريفالنس. المين ريسك فاكتور، نركز كده، المين ريسك فاكتور هيباتيتس بي بيضاعف الريسك بتاع الهيباتوسيلر كارسينوما ميت فولد. ده اهم سبب، هتلاقي كاتب لك اسباب كتير بيسالك على الموست كومن. الموست كومن هتلاقيه عباره عن الهيباتيتس بي فيروس، هتلاقي كاتب لك الافلاتوكسين والجلايكوجين ستورج و كل ده بيعمل، ولكن ده اذر فاكتور. لكن الريسك الاساسي اول حاجه عيان عنده سيروزس، سواء كان بسبب ايه؟ هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، ده اهم حاجه. سبب الكحول، هيموكروماتوزس، برايمري بيليوري سيروزس. لو فاكرين البرايمري بيليوري سيروزس كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول البي بي سي هيعمل اتش سي سي 20 فولد انكريز. طب الاتش سي الهيباتيتس بي 100 فولد انكريز. طيب الحته الغريبه هنا بيقول لك ويلسون ديزيز از ان اكسبشن.
هو قصده هنا ان ويلسون ديزيز ما بيعملش هيباتوسيلر كارسينوما، يعني حته كده نعمل عليها علامات استفهام، لان في موضوع ويلسون لما اخذناه كان بيقول لك بيزود الريسك بتاع مين؟ الهيباتوسيلر. مين؟ الهيباتوسيلر كارسينوما. الحاجه الثانيه الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، الهيريديتري تايروزينوزيس، الافلاتوكسين، الدراجز، الميل، الديابيتس، كل الكلام ده ممكن بريديسبوز ليه اللي هو الموضوع بتاع مين؟ بتاع الهيباتو سيلولار كارسينوما. الحاجه اللي احنا ما ننساهاش في المانجمنت ان احنا عندنا مالتي كاينيز انهبيتور بسميه اللي هو السورا فينب، يبقى نركز في العلاجات طبعا ان احنا نعمل ليفر ترانسبلانتيشن، ده اهم حاجه بالنسبه لنا. لو ما فيش فرصه نعمل راديو فريكوانسي ابليشن، لو ينفع نعمل كيمو اموبلايزيشن، نحقن، كل دي حاجات متاحه بالنسبه لنا. وندي اللي هو بيولوجيكال ثيرابي زي الصوره في نيب، ده مالتي كاينيز ايه، مالتي كاينيز انهبيتور. عندي عنوان بعد كده المانجمنت بتاع الليفر كبسول بين، نركز كده المانجمنت بتاع الليفر كبسول بين في كلمه واحده، كورتيكوستيرويد. مين اهم كورتيكوستيرويد؟ الدراج اوف تشويس الديكساميثازون. يبقى نركز على الكلام اللي هنا، الموضوع بتاعي اهو موضوع مين، نركز كده على اللي تحت. ذا موست سوتابل مانجمنت للليفر كبسول بين هو الديكساميثازون. ليفر كبسول بين هو مين؟ هو الديكساميثازون. طيب نيجي لاخر موضوع بالنسبه لنا في الفيديو ده اللي هو الكارسينويد سيندروم. عيان الكارسينويد سيندروم اول حاجه بيعاني منها الفلاشنج، في فلاشنج، في دايريا، في برونكوس بازم، في هايبوتنشن. طريات كده نجمعه، فلاشنج ودايريا وبرونكوس بازم وهايبوتنشن وفالفولار هارت ديزيز، يا اما يكون بالمونري ستينوزس او ترايكاسبيد ستينوزس او حتى ترايكاسبيد ريجيرش، المهم يعني فالفولار هارت ديزيز. فطريات من دايريا وفلاشنج وفالفولار هارت ديزيز وبرونكوس بازم وهايبوتنشن، ده عباره عن كارسينويد سيندروم. بشخصه ازاي؟ باليورينري خمسة هي اللي هو الميتابولايت اللي عندنا، الخمسة يورينري ده سبيسيفيك بنسبة 100%، ده يعتبر موست سبيسيفيك لكن السنسيتيفيتي قليلة. طب مين الموست سنسيتيف بنسبة 100%؟ بلازما كروما جرانين اي واي، بلازما اللي هو كرومو جرانين اي واي، بلازما كرومو جرانين اي واي ده يعتبر هو الموست سنسيتيف. لكن الموست سبيسيفيك الخمسه هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، خمسه هي ده الموست مين؟ الموست سبيسيفيك. يبقى الموضوع بتاع مين؟ موضوع اللي هو الكارسينيوت سيندروم، نركز كده ويتش بايوكيميكال ماركر بيحصل له ديبليشن في الكارسينيوت سيندروم. احنا عندنا التريبتوفان هو اللي بيحصل له ديبليشن، لان عشان اصنع سيروتونين بصنعه من التريبتوفان، فانا بيتصنع سيروتونين كتير فبستهلك كل التريبتوفان، فالعيانين دول بيكون معاهم برضو ديفيشنسي في مين؟ ديفيشنسي في الفيتامين، فبيحصل عندهم حاجه اسمها البليجرا. فبالتالي فلاشنج، دايريا، برونكوس بازم، هايبوتنشن، ترايكات بالسينوزس، بليجرا، كل ده يشخص مين؟ كارسينويد. مين؟ كارسينويد سيندروم عندنا، ونركز على الموضوع ده. وبيقول لك ايه كمان؟ بيقول لك الميتاستيز الشهيره قوي في موضوع الليفر، وكذلك في موضوع مين؟ في موضوع اللي هو اللنج. اول ذا ايرليست سيمتومز، وده سؤال اللي هو موضوع مين؟ موضوع الفلاشنج، نركز في الرايت هارت فالفولار ستينوزس، سواء كان ترايكاسبيد ستينوزس او بالمونري مين؟ او بالمونري ستينوزس. الليفت هارت ممكن افكتد في البرونكيال مين؟ في بتاع اللنج، البرونكيال كارسينويد. طيب عندي حاجة تانية اسمها اندوكارديال فايبروزيس، وده بسبب الاكسبوجر اوف ذا هارت للسيروتونين. بيحصل ايه؟ بيحصل فايبروزيس. اندوكارديال مين؟ اندوكارديال فايبروز. الحتة بتاعت البليجرا قلنا نتيجة مين؟ الدياتري تريبتوفان حصل له ايه؟ حصل له ديبليشن، فممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل موضوع البليجرا. المانجمنت ندي العيان ده سوماتوستاتين انالوج. السوماتوستاتين انالوج نستخدمه في الكارسينويد، نستخدمه في الاكروميجالي، لو في ورم نستخدمه في اللي هو الفيبوما، نستخدمه في اللي هو الجي اي بليدنج، فبيستخدم في حاجات كتير جدا اللي هو الاكتوريوتايد ده. فهو عبارة عن سوماتوستاتين انالوج، والسوماتوستاتين انالوج ده هيقفل موضوع مين؟ موضوع السيروتونين. ذا بيست تريتمنت للكارسينويد هو السوماتوستاتين انالوج اللي هو الاكتوريوتايد، ده بيحسن السيمتومز والبروجنوزس، which improve السيمتومز والبروجنوزس. عندي حاجه تانيه هيباتيك ارتري ام
بولايزيشن وفكره الضيارية، نعالج الضيارية في الناس دولت. الناس دول عندهم ضيارية نديهم اللي هو السيبرو هيبتادين مي هيلب، يبقى احنا عندنا السيبرو هيبتادين مي هيلب في الناس بتوع مين؟ بتوع الكارسينويد، مين؟ الكارسينويد سيندروم. طيب the treatment of the diarrhea will be through treating and the underlying diagnosis which is carcinoid. التريتمنت اللي عندنا ان احنا مش هنعالج الدياريه بس، احنا هنعالج الموضوع اللي سبب الدياريه اللي هو الكارسينويد، اللي هو مين؟ موضوع الاوكتيريو، مين؟ موضوع اللي هو الاوكتيريو دايت. في سؤال بيقول لك which vitamin deficiency associated with اللي هو الكارسينويد سيندروم، اللي هو فيتامين بي 3. فيتامين بي 3 ده النياسين، افتكر فيتامين بي 3 النياسين، افتكر ناسيين، نياسين، ناسيين، ناسيين الاجره، فده بيعمل البليجرا. والبليجرا عباره عن 4 دي، 4 دي: دياريه، ديمنشيا، ديرماتيتس، ديس. فديت الديفيشنسي بتاع النياسين اللي بيعمل بليجرا: دياريه، ديفيشنسي، ديمنشيا، ديرماتيتس، وممكن يؤدي الى مين؟ ممكن يؤدي الى موضوع مين؟ موضوع اللي هو الديس. اخر حاجه عندك الهيباتيك، مين؟ الهيباتيك ميتاستيزس. لو احنا شايفين كده بيكون الريجولار لو دينستي ديبوزيت موجوده في الليفر ومتفرقه، ده بيدل على هيباتيك مين؟ ده بيدل على هيباتيك ميتاستيزس.